نتحدى أي حزب وأي جماعة وأي طريقة وأي مسلم، عرفته بيقتنع بالأفكار دي، وأي ملحد وأي كافر، عرفته دار يناقشنا في منهجنا، نحن بفضل الله جازين له بالحجة والدليل. ومن اليوم وانت ماشي لقدام نحن جاهزين. افتحوا التلفزيون القومي. دي حقائق مرة كده، فنحن المرارة دي لو ما فقعناها البلد دي ما بتصلح يا ناس. ما يجيك زول يغشك يقول لك وانه والوضع الراهن، وندوة كبرى عن الراهن السياسي كذاب ومنافق. البلد دي ما بتصلح الا اذا وحدنا الله، امنا به واتقيناه. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. دوافع العلمانية حداك ناس دار تحاربوا العلمانية والشيوعية وغيره، حاربوا الشرك. والله توحد الله ما في علماني بيغش الثاني. توحد الله وتخلوا الشرك والفكية والفقرة والبيفتحوا الكتاب وستات الودع والرمالة والحجبات والتمايم ودعاء غير الله والاستغاثة بالموتى والرمم، الله بيرفعكم فوق. أي دولة علمانية في العالم تقدر تقيم الحدود والقصاص على ناس جوا وناس كبار فيها؟ ده ما في إلا في الإسلام. ولا شبابنا الغشوم الشيوعيين يقول لك دي دولة العدالة ودي دولة الحقوق، وين العدالة والحقوق؟ وينها؟ وين دولة العدالة؟ دي العدالة هنا في الإسلام، فهمت؟ فنحن ما قاعدين نقول الشعب كعب ولا كده، نقول كثير من الشعب ناس كويسين، لكن دي الخمون بالآلة الإعلامية الجبارة الفتحت لهم الأيام. والله تدخلنا في آلتك دي تتفرطك انت والآلة، بالحجة بالدليل بالكتاب بالسنة بكتابك بكلامك. لا بنشيل قنبلة، لا بنشيل عكاز، لا بنشيل سيف، لا بنشيل ساطور. الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة. صديق يوسف مع سلفي، داك مع داك، راس براس، فهمت؟ والشعب السوداني يحكم براه. المشايخ الشيخ مزمل عوض فقيري والشيخ الدكتور أبو بكر محمد أحمد آداب والشيخ شهاب عوض في محاضرة كبرى بعنوان العلمانية والنكبة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسدد ألسنتهم في قول الحق وبيانه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، الآباء والإخوة والمشايخ والأخوات الفضليات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يهدي بنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص جميعا. ثم بعد حمد الله وشكره، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر الإخوة القائمين على أمر هذه المحاضرة، وكذلك الجهات الرسمية التي هيأت
وجادت بالسماح بإقامة هذه المحاضرة. وكذلك نشكر للإخوة الحضور جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مسعاهم وأن يوفقنا لقول الحق والعمل به، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. الموضوع يا أخواننا موضوع العلمانية والنكبة، ونحن جايين نتكلم في الموضوع ده، وكثير من الناس يتساءل هل هؤلاء جماعة جديدة أو حزب جديد أو دارين ينزلوا انتخابات؟ فنقول القصد الأول من إقامة هذه المحاضرة هو النصيحة للمسلمين وبيان الحق للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن لسنا بحزب ولا بجماعة، وما جئنا لندعو الناس إلى حزب أو جماعة أو فكر أرضي، ولا نريد انتخابات، وما جئنا ننصر حزبا، ولا نعترف ولا نعتقد أن في الإسلام يجوز إقامة الأحزاب، وما جئنا لننصر دنيا أو لننال كراسي، وإنما جئنا لندافع عن دين الله الذي صار الدفاع عنه عند كثير من الناس تهمة وجريمة. ولذلك كان هذا العنوان، لأن أخواننا الدعوات، وبكل صراحة الدعوات العلمانية التي تطعن في الدين ليلا ونهارا ازدادت جرأة وازدادت قوة في طعنها ومجاهرة، فوجب على المسلمين أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وألا يخافوا في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولذلك جاءت هذه المحاضرة لبيان مفاهيم، ولعل الله أن يهدي بها كثيرا من المخدوعين من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، أول حاجة، أول مسألة، العنوان العلمانية يا أخواننا طرقت أسماعنا كثيرا، وهي باختصار حركة اجتماعية تكونت في الغرب من أجل محاربة الدين ومن أجل إبعاد الدين عن حياة الناس. وهذا التعريف هو التعريف المعتبر المعتمد عند أهل العلمانية في دوائر معارفهم وفي المراجع المعتمدة عندهم، زي دائرة المعارف البريطانية وزي المعجم العالم الثالث لويبستر، وأي معجم صغير أو كبير بتلقى فوقه معنى العلمانية السكيولر، أنها دنيوي أو لا ديني أو لا تعلق له بالآخرة، أو أنه يصرف الناس عن الآخرة إلى الدنيا فقط. وحيجي الكلام ده عمليا من خلال المقاطع إن شاء الله. طيب، أول دي مسألة العلمانية، وأما النكبة المقصود بها الانتكاسة كما عرفها، أو المصيبة كما عرفها العلماء، كما عرفها ابن منظور
في لسان العرب. فنحن نرى أن العلمانية انتكست وهي مصيبة على الأمة الإسلامية، ونحن لا نتباكى على الدنيا. احنا ما جايين هنا لسياسة أو ندعو الناس للخروج إلى الحكام أو المظاهرات، لأنه ده عندنا حرام بقول أصدق وأفضل وأرفع البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدع به الآذان ونقوله في أي مكان هيئه الله لنا. ما بيجوز خروج على حاكم مسلم، ما بيجوز الدعوة للمظاهرات، ما بيجوز التأليب بتاع الشعب على الحكومة، وليس هذا طريقا وهذا ليس هذا طريق الإصلاح، وإنما هو طريق الإفساد كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمع وطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وطع. فنحن ما جاءنا مظاهرات، ولا نحن حزب، ولا جاءنا ننصر ناس. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: العلمانيين ليه انتشروا؟ وليه بقت عندهم جرأة؟ وليه قامت العلمانية أصلا؟ لأنه قالوا: يا أخواننا الدين بفرق الناس. وقالوا: الدين استغلوه الناس، ونحن جايين نفصل الدين عن الدنيا أو عن الدولة عشان نحن نحافظ على الدين، وجايين نحارب تجار الدين. هذه هي دعوة العلمانية، ودي من اللي بيقولوا إنها أسباب للدعوة للعلمانية وللطعن في الدين. فنقول لهم نخط النقاط على الحروف. انتم مش قلتوا جيتوا تحاربوا تجار الدين والناس اللي بيستفيدوا من الدين ويستخدموه في مصلحتهم الخاصة؟ لأنه كثير من العلمانيين بيتهم الإسلام، يقول لك الجبهجية هم اللي كانوا سبب في إنه الناس يطعنوا في الدين، وكانوا هم السبب في إنه الناس يتعرضوا للدين. عرفته؟ فنحن بنقول لك الإسلام ما نزل في سنة 89، كلم معك بالصراحة، وإن شاء الله المقاطع تجيك أصرح إن شاء الله. ولا هم جاء دعوا للإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام أول ما يبدأ بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، وإن ربنا يعبد براه. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا عز وجل قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. طيب، هل الكيزان والجبهجية جوب الكلام ده أول؟ ما نحن دارين نقطع الزريعة بتاعت العلمانين، بعد ده بنجيك انت يا العلمان. زي ما قلت انت يا قلبي ما تستعجل، يا قلبي شوية شوية، فدي شوية نمرة واحد. عرفتها؟ ونوريك انه ديل ما عندهم علاقة بالدين، عشان ما تقول لي ديل تجار دين، اصبر لنا شوية. فأول حاجة، نازل جو بحاربوا العقيدة عديل، وفتحوا أبوابهم وإعلامهم عن الجبهجية، فتحوا لنشر الشرك والدجل والخرافة. جايبين شيخ من شيوخ الطرق الصوفية، وهو يعطي خصائص الله للمخلوقين، ويقول إنه الشيخ ربنا اداه كن فيكون على لسان. ده كتاب قلائد الذهب، شرح توسل الشيخ محمد السمان بتاع الطريقة السمانية، تأليف الأستاذ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم الطيبي. لا بنبي الزول، لا بنتكلم عن قبيلة زول، لا بنتكلم عن لون زول،
وإنما نتكلم في هذه العقائد. عرفته؟ في الصفحة رقم 78 قالوا زول بيحصل مراحل يقول فيها ما يشاء ويفعل فيها ما يشاء ويتصرف في الكون ما يشاء. هنا في الصفحة رقم 78 والكتاب ده مطبوع هنا في شركة مطابع السودان للعملة المحدودة. محل بيطبعوا القروش طبعوا الكتاب ده. عرفته؟ قال: ومن كلامه رضي الله عنه أنا موسى عليه السلام في مناجاته. ده الشيخ السماني قال: أنا علي رضي الله عنه في حملاته. أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت. أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته. أنا مش أنا يا أخوانا، تعال الكتاب. أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها. أنت دار تتكلم عن تجار الدين بنديك لهم، أهب تمشي وين تاني؟ تمشي وين؟ طيب برضو عندك هنا قالوا الأولياء ديل ما بموتوا ذاته. الأولياء قالوا ما بموتوا نهائي، ديل الصوفية، وديل فتحوا لهم الجبهجية. بعدين حنعرف ليه فتحوا لهم، مقاطع جاياك إن شاء الله. في الصفحة رقم 142 قال أبو عثمان المغربي رضي الله عنه: إذا زار الإنسان قبر الولي فإن ذلك الولي يعرفه، وإذا سلم رد عليه السلام، وإذا ذكر الله على قبره ذكر معه، لا سيما إن ذكر لا إله إلا الله فإنه يقوم ويجلس ويذكر معه. قال: لو مشيت جنب قبر الشيخ وذكرت، خاصة إذا قلت لا إله إلا الله، الشيخ بيقعد ويذكر معه. قال: ومصداق هذا قول القطب الأعظم والملاذ الأفخم سيدي وأستاذي الشيخ محمد عبد الكريم السمان قدس سره: نحن معاشر الأولياء لا نموت بل ننتقل من دار إلى دار، فإذا مت وزرتموني فاذكروا عند قبري فإني أتربع وأذكر معكم. شوف الكلام ده كيف قال: أنا ما بموت لكن بنتقل من دار لدار. والانتقال من دار لدار هل هو مرحلة انتقالية ولا موت؟ ما هو الموت، هو الموت. عرفته؟ فدل بيعتقدوا إنهم ما بيموتوا، وكلام كثير جدا موجود في هذه الكتب والمؤلفات والمقاطع بتاعتهم. هنا عندهم أيضا في مسألة يعني الغلو في الشيوخ وفساد العقائد، والذي تولى نشره الجبهجية في كتاب اسمه سراج السالكين، وده ألف واحد اسمه البدر. عرفته؟ قال وأولياء الله الكمل ثمانية: أربعة باليمن وأربعة بالسودان. قال: فكف عن ذكر الذين باليمن. وبرضو الكتاب ده مطبوع تحت إشراف وزارة الإرشاد في الزمن ده. قال: وأما الذين في السودان فمنهم الشيخ أحمد الطيب البشير. قال: وقد ملكه الله الكون 40 أو قال 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. قال: ومنهم الشيخ دفع الله المصوبا المسمى بمصوبا الحضارات، وقد جر الشمس مع الملائكة 40 عاما أو كما قال. وده يا أخواننا كل اعتقاد مناقض ومخالف للقرآن، لأنه دي أمور مختصة بها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون. ولذلك اخواننا ديل اخذوا هذه الصفات التي هي للخالق وادوها للمخلوق. جايبين الخنجر وممسكنه استاذ التفسير بجامعه ام درمان الاسلاميه، يقول انه انت بتسال الله ما بدك مطر، وبتمشي للشيوخ والاولياء وبتديهم البياض بينزلوا لك المطر. قال يجيك واحد يقول لك ما تسال الله، اها بتسال الله وبرضه ما بدك مطر. وربنا سبحانه وتعالى يتحدى في موضوع المطر وغير المطر، ربنا تحدى الخلق كلهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فذا رب العزة والجلال لا يشاركه أحد. فسدوا أفسدوا عقيدة بشر لا يعلمهم إلا الله. فتحوا التلفزيون للدراويش ناس البرعي وغيرهم ينشروا في الباطل بتاعهم، يقول إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. وربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وآيات كثيرة. ربنا قال عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك أخواننا فساد العقائد وفساد الاعتقاد الذي نشره هؤلاء المجرمون ده يا أخواننا كان سبب من أسباب انتشار العلمانين. لأنه يقول لك الدين الفوق بتاكل حق الناس وفوق بيشيل حق الناس، ده ما ممكن يكون دين الإسلام أبدا. عرفته؟ وكلام كثير جدا موجود عند النازل. طيب في مقطع لواحد اسمه الجزولي، الرجل ده قال هو رئيس تيار الشريعة، وقال أي زول ما حكم بما أنزل الله ده كافر، وهو في النهاية بهجي. وجابوا أيام قال عامل فوق بعادي أمريكا، وقال الزول اللي بيقتلوا الكافر قال عنده 70 حورية، لكن قال اللي بيقتلوا الأمريكان عنده كم؟ 140 صح؟ أنا ما أعرف الدبل اثنين دي قال لي جيبها منه، لأنه يا أخواننا الثواب ده حق ربنا ما حق تيار نصرة الشريعة. عرفته؟ وهو جاء يعني داري يوري الناس انه هو بيدافع عن الدين، لكن للاسف الشديد ربنا سبحانه وتعالى كشفه لنا وهو بيتكلم عن اعظم قضيه. ربنا رجع وارسل، ربنا رسل من اجل الرسل ويهونه، عشان تعرف انه جبهه ديل ما ممكن ينصروا دين، وما هم قدموا اسلام صحيح. احنا ما بنكفرهم، لكن بنقول الناس ديل ما قدموا الاسلام الصحيح، عشان ما واحد يقول الدين ما يصلح لهذا العصر. انت الدين لقيته وين؟ ويتحدثوا عن حلقات الفكر والسماع التصوفيه، ايها المتهوكون في حضرات ضلال التكفير، الطواف بالقباب والاضرحه ليس كفرا لكنه بدعه، والتبرك بقبور الصالحين ليس كفرا لكنه بدعه، بل هو محل خلاف بين اهل السنه. التكفير لا يكون الا ببرهان اوضح من الشمس، لا تكفر انسان الا ببرهان اوضح من الشمس. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: الا ان تروا كفرا بواحا لكم من الله عليه برهان. طيب اول حاجه يا اخواننا زول ده جاهل ومتسلط لانه كوز. عرفتها؟ فأول حاجة الطواف يا اخواننا نسأل سؤال:
هل هو عبادة ولا ما عبادة؟ دي قاعدة خدتها عندك. هو عبادة. العبادة إذا أديتها لمخلوق ده إيمان ولا كفر؟ ده كفر، صح ولا ما صح؟ عرفتها؟ ولذلك يا أخواننا الزول ده زول مجرم بدافع عن الناس دي. والسلفيين، لأنه في ناس بيقولوا الزول ده من السلفيين، السلفيين ما ممكن يا أخواننا يلعبوا في موضوع العقيدة والتوحيد، عرفتها؟ فالطواف بغير الكعبة ده شرك بالله، لأنه ربنا قال وليطوفوا بجنه بالبيت العتيق. نمرة اثنين، التبرك بقبور الصالحين، قال ما شرك. سؤال، هل قبور الصالحين في دليل من القرآن أو السنة قال فيه بركة؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة من الله. يا جاهل، لا في لك عمة سوداء عامل فوق الود بتدافع عن الدين وانت أكبر ضال ومنحرف وجاهل، عرفتها؟ شباب ذا اللي يقول لنا الكيزان هم قدموا الدين وسووا الدين، لابد تعرف حقيقتهم. حقيقتهم انهم بيدافعوا عن الشرك والضلال، وده النهاوم ورطهم انهم لعبوا في العقيده، عرفتها؟ فالطواف بالقبور شرك. والنبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي واقد الليثي لما مر معه الصحابه بالمشركين وعندهم سدره ينوطون بها سحتهم، بيعلقوا سحتهم بيتبركوا بها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بهذه المشاهد والقبور والأشجار والحلف بها وزيارتها الزيارة الشركية ده كل من الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال ما تكفر الناس، نحن ما قاعدين نكفر المجتمع، نحن ما ناس تكفيرين زيك، نحن بس بل بندعو المجتمع. صح، شايفين في المجتمع شركيات دعاء غير الله، شايفين تعليق الحجبات، شايفين الحلف بغير الله، شايفين تعليق الصور، شايفين الطواف بالقبور، لكن نحن ما قاعدين نكفر المجتمع، لأنه ده من أصول منهجنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد 12، قال وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تبين له الحجة، تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، فإن من ثبت إسلامه باليقين لا يزول ذلك عنه إلا بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ده ديننا نحن، لا خايفين من رئيس، لا خايفين من غفير، لا خايفين من حزب، لا خايفين من جماعة، لكن ده الدين اللي بنلاقي به ربنا. فالحمد لله على السنة والجماعة ما بيكفر من لم يكفره الله ورسوله. وإذا سمعت من فعل كذا، من دعا غير الله كفر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فهذا من باب التعميم. ولكن إذا جئنا لفلان ابن فلان لا بد من إقامة الحجة، ده منهجنا بفضل الله، ما زي ناس زي ديل، عرفته؟ وفي النهاية هذا تابع للترابي. طيب، أما التكفير فهو موجود في كتب شيوخهم، هم جبهجية، منهجهم منحرف، منهجهم شايفين إنه ما في زول مسلم على وجه الأرض مسلم غيره. ده كتاب معالم في الطريق، ونتحدى أي حزب وأي جماعة وأي طريقة وأي مسلم، عرفته، بيقتنع بالأفكار دي، وأي ملحد وأي كافر، عرفته، دار يناقشنا في منهجنا، نحن بفضل الله جازين له بالحجة والدليل. ومن اليوم وانت ماشي لقدام نحن جاهزين، افتحوا التلفزيون القومي زي ما حتشوف بعد شوية، فتحوا للجمهورين، فتحوا للنصارى، جابوا فوق صورة لراجل عريان ومرة عريانة زي ما الله خلقهم، قالوا ده أبونا آدم وأمنا حونا. لو البتاعة دي اشتغلت هسي تشوف براك، افتحوا لنا نحن، خلونا نتكلم نحن، حرية الرأي الآخر، عرفته، خلونا نعبر. طيب، هنا كتاب معالم في الطريق، سيد قطب، شيخ الجبهجية تشت. طيب،
في الصفحة رقم 98. ونحن كلامنا ده ما بنقوله لنا يوم ويومين، والكتاب ده اشتريناه ما أقل من 9 سنة اشتريناه. عشان ما بزول يقول عشان الكيزان فات وجاي تتكلم، اشتريناه بدري قبل ما تعرف الكيزان مشكلتهم شنو، عرفتها؟ الصفحة 98، وده منه زي ما حتعرف بعد شوية المرق المنهج بتاع التكفير بغير وجه حق. قال ولكن ما هو المجتمع الجاهلي؟ قال وما هو منهج الإسلام في مواجهته؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. أها قام دخل فيهم الشيوعية والنصرانية وإله واليهودية. هنا صفحة 101 قال وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار. قال دي برضو كافرة. قال لكن هم ما كفار مش لأنهم ما جابوا التوحيد. قال اسمع الكلام، قال لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. عرفته؟ يعني قال حتى لو عبدت الله براو وما طفت بالقبور وما و و و وما اتمسحت بها وما دعيت غير الله وما علقت التمائم والحجبات، برضو قال انتو كفار. وبرضو كرر الكلام ده في غير ما واحد من كتبه. عشان كده القرضاوي شيخ الاخوان المسلمين في الدنيا تشد، قرضاوي شيخ الفتنة، زول عمره من سنة كم؟ عرفته؟ الصفحة 99، كتاب أولويات الحركة الإسلامية. القرضاوي اعترف بهذا الكلام صفحة 99 إنه التكفير مرق من كتب سيد قطب. قال في هذه المرحلة، تكلم عن مرحلة التكفير، ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع. بعدها قام وراكيات كتب. قال يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد في ظلال القرآن في طبعته الثانية، وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال، اللي هو ده الكتاب اللي قرينا لكم قبل شوية. طيب هم بعد ده، أنا ألخص لك كلام، إنه الناس زي الناس متلونين وما بيبقوا على الدين، يعني بيتلون. السلفيين لما قامت المظاهرات قالوا ما بيجوز، وهسي قالوا برضو ما بيجوز، لا زحف أخضر لا أحمر، وبكرة بقولوا ما بيجوز، كلام واحد. أما ديل بيتلونوا. أديك الكلام بتاع الترابي، شوف الزول ده كان بيدعو لأمر من الأمور في الإسلام موجود، بعد ذاك لما شاتوه برا قام قلب طوال. نسمع المقطع. ما أن أنا في حياتي ما كنت أحلم منذ الصغر، كنت أدعو لدولة الإسلام أراها بعيدة، ولكن وجدتها تقوم لا في العراق العباسيين ولا الأمويين ولا محل الخلافة الراشدة، وجدتها هنا في السودان. كان ذلك بالأمس واليوم. دي دولة الإسلام وين يا إخواننا؟ دي ما دولة الدين، دي دولة الطاغوت، دولة الديمروت يا إخوان. الله قال للمسلمين من أيام مكة بيعلم فيهم هناك في الخلوة في المدرسة في مكة عشان يهيئهم ما يمشي يحكموا المدينة بالقوة. رئيس الجمهورية هناك ما بروتوكول، ما جاب دبابة في الغابات. شباب من هنا بقاتلوا، رعاهم المقاتلون ورأوا أنهم أولاد صادقين، إذا قتلوا قاتلوا بحزم وبعزم، ولكن إذا انتصروا لا يضربون الناس ولا يضربون الغنائم أبدا، بالعكس يعالجون المرضى منهم، يعلمون الجاهل منهم، وإن يعينون كل إنسان عاجز منهم. كان ذلك بالأمس واليوم. الزمن ده حتى القتال الرسميين طوابير، بطر المرياء الناس طوابير، وكثير قتال الجد، جيبوا أولاد، جيبوا شباب، جيبوا طلاب، الشهادة منكم انتم، القتلى في سبيل الله ديل منكم انتم، هنا بدا الرسم. لا عرفته؟ فكان بيدعو الناس وذاته،
ويقول انا الدوله بتاعت الجبهجيه، قال انا ما شفتها حتى في عهد الخلافه الراشد، لا ابو بكر حصل البشير ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي، كلهم ما حصلوا. لما شاتوا برا قال دي دوله خلافه، وين يا اخواننا؟ دي دوله طاغوت. بيشلون تبقى دوله طاغوت؟ شوف اللعب ده، اللعب بالدين، وده ما الدين الصحيح الجبه والنبي عليه الصلاه والسلام. وده كلام طويل وعندنا فيه وسائق كثيره، عشان تاني ما يجيك علماني يقول لك لا يا اخي احنا دارين نبعد الدين، لانه الكيزان حرفوا الدين. كيزان بيلعبوا، كيزان اصلا منهج فاسد. ما ذكروا للناس اعظم الامور في الدين التوحيد، ويعلموا الناس ويبينوا لهم الاسلام الصحيح، ما بينوا لهم. يا هو شغلت الخرمجه دي. طيب بعد ده نجي للعلمانين، لانه تاني ما عندك طريقه تفتح خشمه. طيب العلمانين لما جو هنا في الثوره قالوا نحن يا اخواننا ما جايين وما عندنا علاقه بدين الناس، نحن جايين عشان نشيل الظلم والقهر وكده، مع انه الثوره ما بتجوز والمظاهرات، لكن كده نشوف كلامهم الاول وكلامهم الثاني عشان تعرف الكذب. هو الحريه والتغيير ما جزء من الاجنده الاصلا مطروحه اصلا، موضوع الدين والدوله ده ما جزء، لانه احنا ما ناس منتخبين. عرفتها؟ هنا قالوا نحن ما منتخبين، عشان كده قالوا نحن ما جايين نتكلم عن الدين والدوله. طيب بعدك نشوف المقاطع الجايه توريك انهم ناس كذابين. المقطع رقم 9 عرفت ده محمد الجلال هاشم. دولة دينية اعملوا دولتكم الدينية عندكم ليوم القيامة ما تمسكوا بها. لكن احنا ثاني يوم نعيش دولة دينية. نحن ثاني يوم نعيش دولة ده بالنسبة لحق الشعب. بالنسبة لي نحن في مؤتمر كوش وبالنسبة لي في مؤتمر بيئة تصحيحي نحن برضه بنقول الكلام ده. نحن ثاني ما بنعيش في دولة دينية، وربما في الدولة الدينية احنا زاد ما نمشي نضم الأراضي المحررة ولن نترك الحق أبدا نهائيا. عشان كده بقول هذه هي الفرصة الأخيرة للسلام، ولسنا فقط بحثنا، ما نحن بس في مؤتمر كوش ومؤتمر بيئة تصحيحي، هناك أجسام كثيرة جدا إذا لم يتم تفكيك الدولة الدينية حتفكك السودان ده طوبة طوبة. شفت الحاصل؟ دي الديمقراطية حقتهم، دي العلمانية ديمقراطية، حرية، سلام، التعددية، الآرائية، هذه لا طوبة طوبة. تمشي تنتهي من المحاضرة ترجع البيت تلقى الفريق أصبح خلا، زي ما قال ذاك. فهمت؟ ما في أي حاجة، زي ما بقولوا الشماسة الله يكرم السامعين، يا فيها ينكسر كراسي. اديك كلام انت قال ده رايه براو، اديك تاني برضه. اسمع، اسماء محمود محمد طه دي علمانيه، اصلا الفكر الجمهوري فكر علماني. اسمع الكلام بتاع اسماء محمود محمد طه وهي بتحرش الشباب ما داير الدين، مع انه ابوها ما ظهر الا انه باسم الدين. اسمع الكلام. الظلم موجوده عشان كده تكون في ضمانه، لانه دستورنا يستمر. ففي النهايه انا بفتكر ان الشباب يعني بصوره واضحه عامه، شباب الثوره وكنداكات يعني حقه نمسكوا بصوره دي كبيره، انه نفرضوا انه يكون في مصدر للتشريع دائم على الدين، وانه الدين يضم عمل بتاع جماعات وبتاع افراد في حياتهم الشخصيه، والدستور لحق للجماعه كلها، والدستور ما بالاغلبيه، بيقولوا لك انه نحن اغلبيه السودانيين مسلمين، الدستور ده حق كل مواطن، ما حق المسلمين ولا حق الاغلبيه، عشان كده ما ممكن تكشف حقوق الاقليات على اساس انه في اغلبيه تصوت ضدها. الكلام واضح. عرفته؟ نحن اول حاجه في السودان ما بنرضى بعلماني، لانه ربنا قال ان الحكم الا لله. ده نمره واحد. نمره اثنين، انت يا اخواننا ما قلتوا ديمقراطيه، اسي دي مش يا خرخره ذاتها؟ دي ما الخرخره ذاتها؟ انتوا مش قلتوا ديمقراطيه؟ بتجوا بهات وسيله بانقلاب؟ انتوا ما قلتوا الكيزان جو بانقلاب؟ بتجوا كيف؟ اغلبيه؟ اغلبيه الشعب السوداني شعبي مسلم. عرفتها؟ وهم قالوا ان احنا الاصم قبيل قال شنو؟ قال نحن ما جايين نتكلم عن الدين والدولة، ده الموضوع بتاع المؤتمر الدستوري. ودي هنا قالت لك حتى الأغلبية ما بيحق لها إنها تجيب الدين. أها رأيكم شنو يا أخوانا؟ نازل قصدهم شنو؟ إنه ما دايرين دين عديل. طيب قاموا الجماعة ديل فتحوا الباب في تلفزيون السودان،
مع انه قالوا انه اسمه التلفزيون القومي، فتحوا الباب لتلفزيون في تلفزيون السودان للشيوعيين عشان انهم يشتغلوا ويأصلوا للشيوعية، عرفتها؟ وجابوا لهم مسرحيات وبيجوا يعملوا معهم لقاءات، قال عشان يغشوا الناس بالشيوعية. وابو يفتحوا للدعاة الباب، عرفتها؟ عشان يبينوا المنهج الحق ويدافع عن الدين والإسلام. احنا والله ما جاينا ندافع عن حزب ولا عن أشخاص، احنا دارين ندافع عن الدين والإسلام اللي بيحاولوا يشوهوا الجماعة ديل ويقولوا إنه الدين ما نافع وإنه الإسلام ما نافع. ربنا نحن أمرنا نبقى مسلمين، كيف إنه أمورنا دي كلها تبقى مع الدين؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهمت؟ فهنا الناس ديل قاموا جابوهم كده ويتكلموا معهم. نشوف كلام صديق يوسف ونشوف الفرقة اللي جابوها. ولا آخر نقطة كانوا وقفنا فيها بيان معاداة هؤلاء العلمانيين لدين الإسلام، وإنه قصدهم من المعاداة المرجعية الفكرية حقتهم، وليس قصدهم محاربة المنحرفين، لأنه زول المنحرف ما في إنسان بغلطك أو بخطئك في محاربته. طيب برضو فتحوا التلفزيون للشيوعيين في المقطع رقم 11 وحاولوا إنه يدافعوا ويجملوا الصورة بتاعت الشيوعيين على أساس إنه يعني يقدروا يشتغلوا دعاية وينقلوا المجتمع من الإيمان بالله ومن الأخلاق الفاضلة إلى الإلحاد والأخلاق الرذيلة والسيئة زي ما حنعرف نحن بعد شوية بالوثائق إن شاء الله. وأي تفكير رجعي من هذا النوع لا يخدم إطلاقا أي تطور في طيب المقطع ده يا اخواننا مستضيفين فوقه صديق يوسف، وده قيادي من قيادات الحزب الشيوعي ومن قيادات الحرية والتغيير، ما بتقدر تنكر، وبحاول سبحان الله يقول انه فكرة انه الناس يدخلوا الدين في الدولة دي قال فكرة رجعية، وهو ذاته لو قلت لي امشي انكر على اليهود إنهم دخلوا دينهم في الدولة، لأن دولة إسرائيل دولة دينية، لأن كلمة إسرائيل معناها نبي الله يعقوب، هل تقدر تنكر عليهم؟ هل بتقدر تنكر على مشروعهم وأهدافهم إنهم دارين يقيموا دولة في 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 القدس اللي بيسموها أورشليم، لأنه عندهم عقيدة جوا قلبهم دينية بتقول لهم انه دولتكم تكون في المحله دي؟ هل بتقدر تنكر على الفاتيكان؟ هل انت بتقدر تنكر على الامريكان اللي ما ممكن تبقى رئيس اذا ما كنت من الطائفه النصرانيه او الديانه النصرانيه؟ ليه ما انكرت عليهم وما قلت لهم افصلوا دينكم عن دولتكم؟ ليه بس في السودان وعند المسلمين؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال المذيعة قالت له الشيوعيين متهمين بالإلحاد وإنهم بينكروا وجود الله وكذا، فقال لها أنا ما بقبل كلام إلا من الكتب بتاعتنا. قال لما يجي زول يقول الشيوعيين ديل كذا وكذا نقول له أنت شفت الكتب بتاعتنا؟ حتى قال للمذيعة قريتيها؟ المذيعة ما قرتها، نحن قريناها هذيلا، عرفتها؟ والكتب دي بالمناسبة متوفرة على الانترنت موجودة، لو كتبت
مهمات اتحادات الشبيبة فلاديمير لينين 12 أكتوبر 1920، ده أول رئيس للشيوعية في العالم فلاديمير لينين، عرفته؟ ده قال نحن بننكر الله وملحدين وضد الدين، والشيوعية منهجنا ضد الدين، وده الكتاب. وأمشي أنت أرجع للكتب دي نتحداك، عرفته؟ لكن ما أنت بعد ما خشيت الأستوديو قمت قفلت الأستوديو وراك بالطبلة، خايفنا نجيك ونكشفك ونبين إنه أنت زول كذاب، وإنه أنت دار تجمل الشيوعية البقت يعني مكروهة ومبغوضة من كل طوائف المسلمين وشعب السودان. عشان كده التحية من هنا لأهلنا في الأبيض، عرفته؟ لما قام واحد شيوعي فوق قال أنا شيوعي، قاطع نزي أبو الزنان، قال أنا داير أنا كحزب شيوعي دار أتكلم، قال لي شيوعي ما دارينك، أقعد قعدوا تحت، فهمته؟ فنحن ما قاعدين نقول الشعب كعب ولا كده، نقول كثير من الشعب ناس كويسين، لكن دي الخمون بالآلة الإعلامية الجبارة الفتحت لهم الأيام. والله تدخلنا في آلتك دي تتفرطك أنت والآلة، بالحجة بالدليل بالكتاب بالسنة بكتابك بكلامك، لا بنشيل قنبلة لا بنشيل عكاز لا بنشيل سيف لا بنشيل ساطور، الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة. صديق يوسف مع السلفي، داك مع داك، راس براس، فهمته؟ والشعب السوداني يحكم براه. بتقدر تفتح لنا؟ طيب هنا قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية. يا أخي يجيبوا لك في التلفزيون فنانات، يجيبوا التلفزيون فيه كديسة وفار، عرفتها؟ ما بتستفيد منهم أي حاجة، نحن يقفلوا قدامنا. يا ناس نحن سودانيين، أنا سوداني وعندي رغم وطني ومولود في السودان، ولم آتي بجريمة الحمد لله تخل بالشرف والأمانة، أسوي شنو تاني؟ أسوي شنو؟ ورونا عشان تفتحوا لنا التلفزيون حقكم ده. قالوا ده اللي بينكروا أي أخلاق وبينكروا الله ذاته، ده الشيوعيين. نتحدى الحزب الشيوعي في مناظرة علنية، حق الميدان علينا، حق الساون علينا، الكاميرات علينا، السهرة بتاعت ناس التلفزيون بندفع عليهم نحن علينا، البنزين حقكم صفوف كثيرة برضو علينا، تقدر تجي؟ طيب قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال نحن ما بنعترف بأخلاق ولا بسلوك، ده كلام شيخك لينين. قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول أن إننا لا نؤمن بالله. ده الكتاب، كذبت عليك أفتح فوقي بلاغ. بتقدر تعال ناظر، ما بتقدر قلب التحت، عرفته؟ ناس ما بيؤمنوا بوجود الله. ربنا سبحانه وتعالى قال حاميم كتاب فصلت آياته أحكمت آياته ذلك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، آيات وعلامات للناس اللي بيؤمنوا بالله وبالغيب وبالرسل. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ربنا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فوجود الله بالعقل والمنطق والفطرة، لو جيناك يا شويعي قلنا لك الميكروفون، الميكروفون ده جبراه وما خلقه ولا صنعوا أي صانع، قل لك طبعا ما ممكن، أفتكر إنه ما ممكن، وتفتكر الكون ده كله بالسماء والواطة والنجوم والبشر ويتا والكيزان والجماعة كله، جيتوا صدفة وما عندكم خالق؟ تفتكر إنه الكلمات القاعدة جوا الكتاب ده كلها اتلملمت والحروف ساكت صدفة؟ تفتكر إنه الميدان ده بس كده بيقى براه صدفة؟ تفتكر إنه الحافلة دي صنعت صدفة؟ تفتكر إنه الكرسي اللي قاعد فوقه إن شاء الله يقع بيك قاعد جا صدفة؟ فده كله يا أخواننا باطل، وده الإلحاد بتاع الحزب الشيوعي. في كتاب تاني البيان الشيوعي، ده أول وثيقة للشيوعيين في العالم لواحد اسمه كارل ماركس مؤسس المذهب الاشتراكي، والتاني اسمه فريدريك إنجلز، الصفحة رقم 15، ده برضو قاعد في النت، تكتب البيان الشيوعي إنجلز وماركس الشغل ده بيجيك، لأنه صديق يوسف قال لها قريتيها هي ما قرتها لكن قريناه هنا. قال والحال أن الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة، تلغي الأديان والأخلاق بدلا من تجديد تشكيلهما. يعني الشيوعيين موضوعهم في شنو؟ إنهم بلغوا الدين تب، ما دارين دي، عرفتها؟ عشان كده جايبوا إنهم في الكولي عاملين لهم برنامج، وداك بيسيب في الدين للشرطة، وبيسيب لشنو، بيسيب لشنو، بيسيب دين، عرفتها؟ طيب برضو الوثيقة أو المقطع رقم 13، واحد جابوف قال في المؤتمر الاقتصادي صدقي كبلو عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، والله احنا نتمنى انه البلد تمشي لقدام، ونتمنى انه ربنا يوفق الحكومة دي ويرزق البطانة الصالحة لأنه ده منهج السلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يوسع الأرزاق على الشعب ويرفع عنهم المعاناة. لكن الزيدة القاعد خازوق جوا ده لابد نمرقه برا، لأنه البصل المعفنة بتخرب الشوال تشت، فده لابد يمرقوه ويكشفوا حاله وعواره. فيما يتعلق بالتقليدي والإسلامي، نفتكر إنه الأخ الرشيد برضو جامل النظام الإسلامي، النظام المصرف الإسلامي غير صالح لتمويل مش التنمية بس، مش التنمية بس، حتى رأس المال الدائر بتاع الصناعة ده الوركينج كابيتال الفاريبل كابيتال وكبر يونامي، ده البنوك الإسلامية ما عندها ليه صيقة صحيحة أو جاذبة تخلي الصناعة تقوم بعملها. فالبنوك الإسلامية دي نحن بنجامل كثير لما نقول احتفظوا بيها عشان الشعور العام بتاع بعض الناس هم مؤمنين وعايزين يعملوا الحاجة بالطريقة دي على كيفهم، لكن لمصلحة الاقتصاد يجب أن تكون النافذة التقليدية هي النافذة الغالبة. حتى الكلام واضح، قال النظام المصرفي ده ما نافع إنه يقدر يحافظ على رأس المال ويجيب الفوائد للبلد، النظام المصرفي قال الإسلامي، وأظنه سمع من الكيزان غشوا الكيزان، الكيزان يقول لك بنكي منو كده الإسلامي جوا في شنو؟ جوا في ربا ولا ما في؟ يقول لك التمويل الأصغر الإسلامي ده ربا، ده ما النظام بتاع الإسلام والمال بتاع الإسلام، عرفته؟ عشان ده بيطعن فوقه، وربنا في القرآن حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. النظام البنك يجي يعمل لك حاجة يسمى البيع بواسطة الآمر بالشراء، ويقوم يعملها ذريعة وسيلة لتحليل الربا، داير عربية هاي عربية تكوينة ديك ياها، وما عنده خلاص أول حاجة وقع لنا إنك هتشتري العربية لما يشتريها البنك، ويلزموك شرط جزائي لو ما دفعته، أو يدفعوك 40% أو يرهنوا لك البيت أو كذا، هل ده إسلام؟
هل ده إسلام؟ ده بتاع جبهجية. بعدين قال النظام المصرف الإسلامي ما نافع. هس الليلة وقت جاتنا السيول الدعمونا منو يا أخوان؟ مش السعوديين؟ البلح. وتلقاو علماني يشيل في الكيس بتاع البلح ده جاك من ياتو نظام، من ياتو نظام نازل وقت مات الملك عبد الله الله يرحمه الفايض. نحن هسي عندنا عجز الفايض تاع الميزانية 1 تريليون و300 وثمانية تقريبا مليار ريال سعودي، اضربها في 61 جنيه سوداني، دي كم دي؟ دي كم؟ النظام رايك شنو في النظام ده؟ ده كله هوى الساكن. لأنه يا اخواننا ربنا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الليلة في كثير من الأسواق زول عنده مصنع بتاع سلعة، بيجي واحد يخش السوق يا دوب جديد أو تاجر صغير يمشي لبتاع المصنع يقول له ديني 12 طن بتعسيخ، يدينه 12 طن بتعسيخ وما عنده قروش، يمشي يشتري له برادو داري غنى سريع وعنده عمال شغالين معاه وموظفين يدفع لهم، لما يجي وقت الشيك بعد شهرين داير منه 1.5 مليار، بعد ذاك الزول ده ما بيلقى قروش. بتاع المصنع يقول له هالسجن ولا الحل شنو؟ يقول له والله الحل عندك. يقول له خلاص ما مشكله لانك انت وقت ظريف وما عندك مشكله، شرط الشيكات واكتب لنا وحدات جديده بدل 1.5 مليار تبقى 2 مليار. ويغرق ويغرق ويغرق، يتضرر الزول اللي اخذ الربا ويتضرر الزول اللي تعامل بالربا. بتاع المصنع بيبقى عنده ارقام، داير من ذاك 2 مليار ومن ذاك 7 مليار ومن ذاك 6 مليار ومن هنا جاءت مشكله التضخم. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ده الربا. تقول لي شنو؟ طيب وكلام كثير رد على الباطل ده. من نتائج الالحاد والعلمانيه واحد، اسال الله انه ما يخش السودان. جاهز الزول ده؟ اسال الله انه ما يخش السودان. ده مش بمارس في اللواط لانه زول ملحد باسم الحريه، ده بيدعو الناس والشعب السوداني المعروف بالكرم والرجاله والمشاكل بتدور في الاعراض سنين طويله دايرهم يبقوا زيه، زي ما بيقولوا ناس الشرطه ناس القانون الجنائي، زول واقع في الجريمه في الماده رقم 148 داري بقي الشعب السوداني كله 148. كان يوجهكم مسج في فيسبوك من واحده من اخواتي انه انا بالنسبه لهم ميت سوداني في كبير، انا كبير مسلم ما افهم. دي اخواننا الحريه الدايرين علينا العلمانيين باختصار شديد ولا داير تعليق. واذا وقعنا في الموضوع ده وانتشر، ربنا سبحانه وتعالى قال مسومه وما هي من الظالمين ببعيد. ربنا قال قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين. برضو النازل قاموا فتحوا للنصارى، اي زول فتحوا له الا نحن ما فتحوا لنا، يا ناس نحن سودانيين افتحوا لنا. طيب المقطع رقم 15 جايبين الصوره دي اللي حتشوف هسه الفيديو ده، قالوا صوره لادم وحواء في تلفزيون السودان، جايبينهم عرايا زي ما الله خلقهم. طيب فدال جايبين صورة لنبي عظيم وهو أبو البشر، نفخ الله فيه من روحه وأسجد له ملائكته عشان الليلة يجوا يروجوا به ويشككوا به المسلمين وناشئة المسلمين في عقيدتهم. ده استهزاء بالرسل. ربنا قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى قال قل الحمد لله
وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. فالأنبياء والمرسلين حاشاهم إن يكونوا بنفس الكلام والمشاهد اللي بيقولوها دي. وأنا هنا جبت معايا الكتاب حقهم ذاته والأدون الكتاب ديل اسمهم الكاثوليك ديل جماعة الأب فيليوس أوس فرج كوز كاهن كنيسة الشهيدين جابوا الحرية والتغيير يوم التوقيع على الوثيقة جابوا في الكراسي القدامية هو كوز لكن نصراني عرفته جابينه كوز وهو من المية المؤسسين للمؤتمر الوطني. المهم شلنا منهم الكتاب ده فوقه إنه قالوا يعقوب يتصارع مع الله جوا هنا بس لأنه دار اختصر عرفته وفوقه إنه الأنبياء حاشاهم بيزنوا ببناتهم وبيشربوا الخمور وفوقه حكاية لألفاظ ومشاهد من السوء والفحشاء ما الله به عليه. فديل فتحوا لهم ونحن أبو يفتحوا لنا. طيب نمشي لقدام فتحوا لمحمود محمد طه. محمود محمد طه هذا منه جايبين مروجين له في فيلم اسمه تجسيد المعارف على منصة الإعدام إنه الزول ده قتله مظلوم والزول ده ما كان مظلوم. ده كتاب الرسالة الثانية في الإسلام شوف الزول ده مظلوم ولا ما مظلوم عرفته صفحة 91 ده بقول إنه الإنسان بيبقى الله عديل. ده محمود محمد طه كتاب الرسالة الثانية الإسلام اشتريناه من المعرض حق الجمهوريين اللي كان عملوه في بري قبل شهور. قال ها هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول منازل العبودية فيومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاغتيار فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله فيكون حيا حياة الله عالما علم الله مريدا إرادة الله قادرا قدرة الله ويكون الله. هل ممكن الخالق يبقى مخلوق؟ ها؟ ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيئا مذكورا. هنا برضو في كتابه اسم القرآن وضلال كثير وقال هر الرسول بتاع الرسالة الثانية هنا كتاب اسم القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري الصفحة رقم 164 الصفحة 164 ده محمود محمد طه الليلة بينشروا له ويروجوا له على إنه إنسان يدافع لهم عن العلمانية حقتهم ويأصل له من داخل الدين. طيب وجابوا القراي في المناهج عشان القراي يخرب مناهج الأطفال ويركب لهم الفهم بتاع الجمهوريين يعتقدوا إنهم هم الأطفال والناس الليلة أفضل من الصحابة وإنه الصحابة عصرهم عصر القصور والعصر بتاع التخلف والرجعية زي ما قال القراي وزي ما قال شيخه والكتب موجودة ما نطول على الناس. قال ونلاحظ في هذا الفصل فصل أسماء الله أنك لم تتحدث عن أسماء الله إلا في أسطر صفحة 137 وقد تورطته ده محمود بيرد على محمود محمود بيرد على محمود والاثنين من الفعل منهم غير محمود. قال وقد تورطت في خطأ كبير حين زعمت ركز في الكلام ده أن اسم الله يعني لفظ الجلال الله اسم علم على الذات الإلهية والحق هل حق شنو؟ أنت بتقول حق؟ قال والحق أن الله إنما هو علم على الذات الحادثة وهي الإنسان الكامل. ده محمود محمد طه اللي بيدافع عنه الآن عنده كلام كثير نحن ما دارين نشغل عنه الناس. طيب عنده برضو مقطع بيتهم فيه الإسلام وكده وما دارين نطول على الناس بيه وأنا كان جبت معه وثيقة للصادق المهدي عشان تعرف العلمانيين دول كلهم واحد ومن سوء العلمانية أن الصادق المهدي ينتمي إليها مش الليل الشعب السوداني كله كرهان الصادق المهدي. صادق المهدي شنو؟ علماني. طيب نشوفه قال شنو في جريدة الصيحة يوم السبت زي السبت ده 30 ربيع الثاني 1438 28 يناير 2017 بالبنط العريض فوق أحمر المهدي تجربة النبوة صاحبتها أخطاء في الحكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخطاء في الحكم والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعل هادي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
وسراجا منيرا. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في الحكم، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس في الحكم، ويدرس في الأخلاق، ويدرس في الاجتماع، ويدرس في الجهاد، ويدرس في الحروب، ويدرس في السلم، ويدرس في المعاهدات، ويدرس في الأمن، ويدرس في جميع جوانب الحياة. لغاية ما الكفار النصارى جابوا في كتبهم ومؤلفاتهم أول وأعظم شخصية هي شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم تجربته صاحبته أخطاء في الحكم، دي العلمانية، دي العلمانية. آخر حاجة مقطع للزول ده بيأجل فوقه العام الدراسي القراي. القراي قال يا أخواننا العهد بتاع القرن السابع والقرآن المدني ما بينفع إلا إذا جاء عهدي زيه. قام القراي قبل أيام جابوه قال يا أخواننا إلا نأجل العام الدراسي لأنه بنزين ماف وكذا والغلا وعيش ما في. قال وإذا فتحنا المدارس قال الناس بيمرقوا مظاهرات، قال فعشان كده بنقفل المدارس. يعني بقفل المدارس عشان الناس شنو؟ ما يمرقوا مظاهرات. والقال ليك المظاهرات حرام منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن السابع. أها اشتغلت بالقرن السابع ولا رجعت للقرن السابع؟ ها؟ القرن السابع حرم الربا، القرن السابع حرم الزنا، القرن السابع حرم الظلم، الناس في القرن السابع حرموا الفواحش، حرموا الاعتداء بالقول والفعل. في القرن السابع حرموا أكل مال اليتيم. في القرن السابع حرموا قتل الكافر المعاهد ما لم يكن محاربا. ولذلك أخواننا خلاصة كلامي إنه العلمانية ما جاءت لتصلح معاش الناس وقضاياهم المطلبية، وإنما جاءت تحارب الدين. ونحن جاهزين لهم ونتحداهم وبالحجة وبالمنطق، ونحن دايرين الساحات تمتلئ بالكلام بالحجة وبالمنطق، ويفتحوا لنا بالعدل زي ما فتحوا لناسهم. وبعد ذاك العاقل يميز. أنا أكتفي بهذا القدر.